حسام السرارفي. قلت لاعب ممتاز، لاعب عنده مواهب خارقة هذا اللاعب، وسجل. كانت كرة على مستوى القائم الثاني، وأوفى الكلاسيكو بوعوده. تسجيل الفارق مباشرة بعد هدف إيزيكيل للاعب الصاعد، لاعب منتخب الأواسط بسام السرارفي، اللي أيضا تألق في مباراة الذهاب. إعادة من جديد للكرة على مستوى القائم الثاني، وفي اللونج لوبوزي وضاع الكرة. بسام السرارفي من توزيعة دقيقة من أسامة الحدادي. 5 أهداف كاملة مشاهدينا في الكلاسيكو. قلت حتى بعد هدف إيزيكيل ثم أهداف أخرى. إعادة من جديد لهدف اللاعب.